السلام عليكم ومرحبا بكم في بارتو مات مغامرة. عاوتاني غنطلمطو بحال الباب غنطلمطو. صراحة كنبغي نشكركم كاملين على لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو، حيت صراحة بحال داكشي هو اللي تيخليك تكمل. مغامرتنا مازال ما سالاتش، مني وصلنا الوردازات واحد العيا ما نعاودش لكم عليه. داكشي لا الصباح تقريبا كلشي ناعس، وهادشي اللي خلى علوش يسجل هاد الفيديو هذا. 12:48 ماشي حالة هادي، والله ماشي حالة برادر. ديروا معنا شي حال، ديروا معنا شي حال. وتفيقوا اصاحبي. وحيت عارفكم حسيتوا بهذيك 43 دقيقة، واخا كانت طويلة، مي راه بحال داكشي راه كدوزو مرة واحدة في الحياة. أنا متأكد بلي البارت 1 عاود تفرج فيها أكثر منكم، وتيشكا غادي تبقى لاصقة ليا في دماغي. ودابا من بعد ما درنا ليسونس ديريكسيون ان شاء الله استوديو اطلس اللي بعيد على السونتر ديال الوزازات ب 4 كيلومتر. اللي صراحه ما عرفتش واش مازال كيصوروا فيه ولا لا، حيت هاد البلاصه جاوا ليها مخرجين من العالم كامل وتمثلوا فيها بزاف ديال الافلام. استوديو اطلس تصيب عام 1983 وداروا فيه بزاف ديال الافلام ولا سيري اللي عندهم لو بوا سوا في لو دومين اوديو فيزيوال سوا في السينما. غلادياتور، استيريكس اوبيليكس، لا سيري ديال جيم اوف ترون. واخا هاد الاعوام الاخر ما بقاش عليه اقبال بحال شحال هادي، واخا ما يبقاش خدام راه غادي يولي بحال شي مونيمون هيستوريك اللي كنعتزو به حنا كمغاربه. ملي ما كيكونش تورناج تقدر تدخل ضرب فيه شي دويره وغير ب 50 درهم. ويلا دابا نكملو الطريق. ديستيناسيون دابا تارودانت فيا تازناخت و تاليوين. كنت قلت لكم شحال هادي بلي هاد العام خصصتو البلايص اللي عمري ما مشيت ليهم، والصراحه هاد ورزازات راه فالت عليا من شحال هادي ومازال ان شاء الله غادي نرجع لها حيت مازال كاين ميتشاف. وشتي فيما تشوف شي بلاصه كيجيو لها لي زيترونجي من جميع انحاء العالم غير سير شوفها، راه ضروري ما تكون فيها شي حاجه سبيسيال. لي بايكرز اللي معايا كاين اللي ديجا جاي لهنا وكاين اللي بحالي اول مره. ملي كتشوف هاد المناظر قدامك كتعرف علاش ورزازات تيقولوا ليها هوليود دافريك. ام
هاد البلاصة مني كتوصل لها كتحس براسك بحالة في تكساس. خصنا نحيدو الدارجة وتحس براسك راك في أمريكا. كانت هي غير ديكور نحطه واحد لي ديكوراتور في واحد فيلم سميتو The Hills Have Eyes فيه الان والدو. أنا ديجا نفرج في الفيلم وعمرني كان كتحب لي هاد لي بارتي مصورين في المغرب. حيد مطارك خالي لك واش انا جيت هنا حبا فيك؟ واش كيعتقد لك انا جيت هنا حبا فيك انت؟ انا موطوري انا موطوري ما جيت بوحدي هكا انا التريسر ديالي يلا نكمل الطريق. ثم بعد ما تزدنا في تيشكا والتلج مع شكون اللي قال لنا في الدريره مازال كاين التلج في الطريق وهاد اللعيبه مزعزعات حتى شي واحد فينا شي حاجه حيت ما غاديش تكون بحال تيشكا دونك مرحبا بها. وهاد لي بيزاج اللي تشوفو لي برودكسيون اترانجير هما اكثر وحدين مستافدين منه سورتو اللي تيخدموا في السينما. هاد الكلمة ديال الشطابة كتعني بلي سعد هو آخر واحد كيبقى في لوفيل ديال الجروب وكيف ما الشيف دوفيل عنده دور مهم راه اللي تكون آخر واحد تاهو تكون عنده دور مهم. أي واحد كيكون شاد الشطابة دونك هو اللي تيشوفو هو اللي تيعلم الدراري بلي راه طرا لك مشكل وتيشوف واش يقدر يحل معاه المشكل هو ولا خص ضروري نرجعو عنده حنايا ولا رجع شي واحد المهم خصو يحل المشكل وصافي. وهاد لابارتي خليتها بالعاني بلا موسيقى نداء للطلب ديال بزاف ديال الناس لي كومونتير اللي كيبغيو يسمعوا الصوت ديال الموتور. يلا تمزكوا ليا مع راسكم دابا القضيه كطرا ليا حتى انا نقدر نقول لكم اغلبيه ديال الوقت اللي كنكون صايق فيه راه خدامه موسيقى في الانتركوم وبعد مرات كطلع لك فراسك وكتبغي تمزك الصوت ديال البو ديالك ولا كان معاكم المطر بزاف كتزيد تمزك كل لابوش وباش كيضربك. كنكون وصلنا لتزنقت ديما انا معطل سيغ شوف التسافير هادي وشنو معطلنا من غير وقف بالتلكارت ميموار شوف باتري شوف باور بانك واش مازال مشارجيك
والصراحة هاد لي بيزاج اللي كنشوفو قدامنا راه عندهم واحد التأثير بوزيتيف كبير على أي واحد فينا، سيغتو إلا كنتي مولف لاغوتين اللي شادة تقريبا واحد 80% ديال العالم. قرا، خدم، شري دار، شري طوموبيل، تزوج، المهم واحد السياق اللي كتخلي الناس كلهم كيبانو بحال بحال، والمود في ديالهم تا هو بحال بحال. هاد لاغوتين كتخليك تفقد داك الحماس والنشاط اللي كيكون فيك، وهادشي باش كترجعو خاصك تبدل لاغوتين ديالك، خاصك تخرج من الزون كونفور كيف ما هضرت عليها في البارت الاول. ماشي ضروري السفر، ما تقدر تبدل الروتين ديالك بداكشي اللي تدير كل نهار، دير شي اكتيفيتي جديده، تلاقى مع ناس جداد باش ما تحسش بالملل وصافي. ما علينا، نرجعوا للسفر والفوائد ديالو. اول حاجه، رسول الله عليه وسلم هو اول واحد وصانا بالسفر. عاد ملي كتكثر من السفر كتزيد تفهم الحياه مزيان، وكتفهم راسك هو الاول، حيت الا ما كنتيش فاهم راسك ما غاديش تفهم مع الناس، وما غاديش تفهم بزاف الحوايج. لا كرياتيفيتي والثقه في راسك كيتزادوا وكتزيد في التواضع. دونك الا بغيتي تسافر ولا ما بغيتيش تبدل الروتين ديالك، وما كيهمش فين ولا معام، كنهضروا دابا اون جينيرال، شوف انت فين تقدر وفين باغي تمشي وسير، يا بموتور يا بلا موتور، يا على رجليك يا فكار، مهم سافر. مهم الصراحه البارت 2 ما شفناش فيها بزاف ديال البلايص، كان عندنا مشكل ديال الوقت وعندنا تراجي كبير، دونك اغلبيه ديال الوقت دوزناه في الطريق. دابا شاد ديال الطريق لتارودانت، غتكون باقا لها شي 80 كيلومتر. ويك تنقول لكم ديما بلي الفواياج اون كوب راه عنده بزاف ديال لي زافونتاج. هنا بوكي داز محدا واحد الحجره كبيره ورجع ضرب دومي تور باش يحيدها، هذه الله يستر فهاد الظلام تقدر تجيبك على راسك. وهنا كنكون وصلنا لتارودانت، اللي صراحة هاد المدينة دي ديجا جيت لها ملي كنا جينا لتيزنتاست. مهم بالنسبة اللي ما تفرجش في الفلوغ ديال تيزنتاست نخلي لكم في البيو. صباح الخير، نهار جديد وطريق جديدة. عرفت واحد البلان في الفواياج موتور، ديما الصباح كتفيق شبعان انرجي وكتبقى غادا وكتقادا حتى كتحط الظلام، وغير كتنعس عاوتاني بحال كتشارجا.
نورمالمون من تارودانت كنا دايرين باش نمشيو لكازا. ملي فاقوا الدراري قال لك نمشيو لاكادير نتغداو فيها ناخذ شويه ديال الكافيين ونديروا لوطوروت كازا. ونيت هذه اول مره غادي نجي اكادير بموطور واول مره غادي نشوف مارينا ديالنا. دابا بعد ما تغدينا بقاتينا على الطريق. بعد مرات كتبغي تضحك شويه مع الدراري اللي ما تراسر غادي تسابق مع الزد اكس ديس والبي ام اس من ار ار وباينه شنو هي النتيجه. كلشي الدراري اللي انا مسافر معاهم كلشي راجع زعما شنقول لك شبعاني طاقه ايجابيه بوسك دوز نتيجك في الثلج اللي تقريبا حتى شي واحد فينا عمرو دوزها في الثلج وكاين اللي عمرو دوز نتيجك بحالي انا وكلشي فرحان من ناحيه اخرى ديال حيت كيف ما تنعرفوا زعما السفيرات ديال المطر تيكون فيهم ريسك. الحمد لله رجعنا كلشي سالمين حتى شي واحد ما قعد لي شي حاجه ودابا ندخلوا لوطوروت بقات غير لوطوروت كازا ديستيناسيون كازا ولا الرباط. اللي ما تفرش في البارت الاولى يمشي يتفرج فيها حيت زعما فريمون تستاهل تفرج فيها وهي تقريبا هي اكثر فيديو تشاف عندي فلاشين كامله حيت انا بعدا كيقيسني زعما بزاف داك الفيديو حيت بارطاجيته معكم كيف ما هو اللي قدرت نعبر عليه راني عبرت عليه. الى عجبتك لا فيديو خلي شي كومونتير وبارطاجيها مع اصحابك وان شاء الله المهم غادي نبقى نحاول ديما ندير لكم شي حاجه اوريجينال. السلام عليكم وترك السلام للجميع.